الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه إحدى مركبات التي حاولت قصف مدينة طرابلس بالرجمات وما أبى إلا أن تكون حطاما كما كانت أفكارهم بإذن الله تدمير العاصمة طرابلس، وأصبحوا رمادا وأصبح سلاحهم حطاما ورمادا، لم يبقى فيه إلا كتلة من الحديد. فهذه دعوة المظلومين من كل بقاع مدينة العاصمة طرابلس، لم يبقى فيها أحد ولن تبقى لهم. أفسدوا على أهل العاصمة دنياهم فأفسد الله عليهم آخرتهم ودنياهم، فلم يبقى منهم باقية. وهذه عبرة لكل من طغى وتجبر، لن تكون له نهاية إلا نهاية مؤسفة مثل هذه. وما النصر إلا من عند الله عز وجل. أرادوا تدمير العاصمة طرابلس، ولكن الله عز وجل جعلهم لمن خلفهم آية، عسى أن يتعظوا. نحن لا نشمت بالموت ولا نشمت ولا ننكل بجثث ولا ننبش القبور، ولكن ندافع عن عاصمتنا طرابلس، دفاعا عن شرف هذه العاصمة، دفاعا عن كرامة هذه العاصمة، فقط لإعلاء كلمة الحق وضد العدوان الغاشم على العاصمة طرابلس من دول الإمارات ومصر ومن دول الخليج السعودية ودول الكافرة مثل فرنسا والدول التي ساندتهم لاقتحام العاصمة طرابلس. ولكن فضل الله عز وجل ثم فضل الثوار الذين هبوا من كل مدن ليبيا من المنطقة الشرقية والغربية ودحروا قوات هؤلاء المغول، أتوا من 1400 كيلومتر لتدمير العاصمة ليجعلوا العزيز فيها أذلة وليدمروا هذه العاصمة. ولكن الله عز وجل نصر جنده ونصر ثواره ونصر رجال العاصمة طرابلس ورجال المنطقة الغربية ومنطقة الجبل، فهم اليوم يدا واحدة لرد هذا العدوان الغاشم على العاصمة طرابلس. الله أكبر ولله الحمد.